أزهار ذات ألوان متناغمة، سننتقل بين زهرة أخرى لننقل لكم أجمل وأحدث التقارير والمستجدات. الاستقرار الوظيفي هو مطلب العديد من الأشخاص الذين لا يرغبون في خوض مغامرات عديدة في حياتهم، خاصة تلك المغامرات غير المضمونة. فتجد أغلب الموظفين مهما كانت رتبهم يودون البقاء مع نفس الشركة التي يعملون بها إذا كانت تسد حاجتهم المعيشية وإذا كانت مكاناً مناسباً للعمل والتطور. لكن لكل قاعدة شائعة استثناء، فهناك من المغامرين باستقرارهم وحياتهم الآمنة من أجل بناء مشروعات خاصة بهم، وكانت تلك المغامرة بعد سن 30، فهو السن الذي يفضل فيه المرء العادي أن يكون كل شيء في حياته واضحاً ومستقراً. هؤلاء الأشخاص القلة المغامرون اتخذوا قرارات مصيرية، لكنهم نجحوا وأصبحوا من أشهر رواد الأعمال في العالم. وضعت المجلة الاقتصادية الأمريكية المتخصصة بيزنس إنسايدر قائمة بأهم رواد الأعمال والمشاهير الذين غادروا وظائفهم الآمنة والجيدة نحو مشاريعهم الخاصة أو نحو وظائف أخرى أرقى، تلك التي حققت رواجاً ونجاحاً كبيراً. وبداية مع جيف بيزوس مدير موقع أمازون، الذي كان يتمتع بوظيفة مربحة في علوم الكمبيوتر في وول ستريت بنيويورك، وتولى مناصب عليا في مختلف الشركات المالية، إلا أنه فضل الانتقال إلى عالم التجارة الإلكترونية وإطلاق شركة أمازون وهو في 31 من عمره. وأصبح بيزوس مؤخرا الرجل الأغنى في العالم بعد أن تجاوزت ثروته لأول مرة في حياته مستوى 100 مليار دولار. جوليا تشايلد عملت في مجال الإعلان والإعلام قبل كتابة أول كتاب طبخ لها عندما كانت في 50 من عمرها، إلى أن أصبحت طاهية مشهورة خلال سنة 1961. جون جيلن أصبح أول رائد فضاء أمريكي يدور في مدار الأرض سنة 1962، ولكن بعد 12 سنة فاز جيلن في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي وأصبح سيناتور ولاية أوهايو، وهكذا تحول من رائد فضاء إلى سياسي وبرلماني في الولايات المتحدة. مايكل بلومبرغ ترك وظيفته كرئيس تنفيذي في شركة بلومبرغ لتولي منصب عمدة مدينة نيويورك عندما كان يبلغ من العمر 59 عاما. فيرا وانغ كانت تعمل صحفية قبل دخول صناعة الأزياء وهي في سن 40، وحاليا تعتبر وانغ إحدى أهم مصممي الأزياء في العالم. المليارديرة سارة بلاكلي كانت تعمل موظفة مبيعات قبل أن تؤسس شركة سبانكس المتخصصة في الملابس الداخلية عند بلوغها سن 30 عاماً.